لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم، نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتب زياد المشهداني، حيث يقول: مع وتيرة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب وباء كورونا الذي أضر بالاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميا، لكن الدول الطبيعية التي تسير بنظام مستقر غالبا ما يعمل لمصلحة بلده، بإمكانها أن تضع خطط، أو في الأصل هي تمتلك خططا لتلافي الكوارث المتوقعة، لأن هذا من صميم العمل الحكومي، ولذلك لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمات، إلا أن الحكومات في العراق لم تعمل على وضع خطة لمواجهة الأزمات الطارئة المتوقعة وغير المتوقعة، فالحكومات تركت الحبل على الغارب ولم تدرك حجم الخطر الذي أضر العراقيين في وقت الوباء العالمي، ولم تضع خطة مستقبلية لتدارك هذا الأمر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. الخيرات العراقية لا تحتاج إلا إدارة وطنية وترتيبا معينا للاستفادة من هذه الخيرات التي تسد احتياجات السوق العراقي، ولو وجدت النوايا الحسنة والعمل الوطني لاستطاع العراق أن يكتفي ذاتيا من اللحوم والزراعة المحلية، أو على الأقل يمكنه سد احتياجات البلاد بنسبة تتجاوز 75%. إلا أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسطوة الميليشيات وطبيعة النظام السياسي القائم في العراق يحول دون ذلك. فمثلاً اللحوم، الجميع يدرك أن عدداً من المحافظات العراقية وقراها كانت مصدراً مهماً لرفد السوق من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، إلا أن الميليشيات والقوات الحكومية دمرت أغلب حقول الدواجن في حزام بغداد والمحافظات المنكوبة التي تعرضت للقصف الحكومي وسيطرة الميليشيات عليها بحجج ومزاعم كاذبة، منها دعمها للإرهابيين، مع العلم أن أغلب حقول الدواجن في العراق موجودة في هذه المناطق منذ عشرات السنوات، لكن مصالح الميليشيات الإرهابية وأصحاب النفوذ من السياسيين مصالحهم تتطلب استمرار استيراد هذه اللحوم من خارج العراق، ولذلك حرصوا بكل الوسائل على تدمير حقول الدواجن وتمر بحيرات الأسماك. وبما أن تهمة الإرهاب لا يمكن تمريرها في مناطق الوسط والجنوب، فقد أصدروا قرارات وقوانين تنفع مصالحهم وتمنح الميليشيات والأحزاب الفاسدة حق سلب المزارعين أراضيهم بحجج مختلفة. من موقع الهيئة نت نقرأ تقريراً تحت عنوان: العراق على أعتاب كارثة بيئية، أزمة الجفاف تشتد ومخاوف من اتساع آفة التصحر، يعيش العراق منذ سنوات أزمات عديدة في جميع المجالات، ولعل من أبرزها ما يهدد حياة وعيش زراعة العراقيين ومستقبلهم، ألا وهي أزمة المياه التي تتصاعد عاما بعد آخر، والتي أصبحت ملامحها واضحة في الشارع العراقي من خلال التظاهرات التي تطالب بتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب، فضلا عن الجانب الآخر من الأزمة وهو شحة مياه الري والجفاف والتصحر الذي يهدد مناطق ومساحات شاسعة في البلاد وسط عجز حكومات الاحتلال المتعاقبة عن معالجة هذه الأزمة المتفاقمة. ويشهد العراق للعام الثالث على التوالي سنة مائية شحيحة نتيجة انعدام الأمطار وقلة الإيرادات المائية القادمة من إيران، التي قطعت معظم مياه الأنهار المتدفقة من أراضيها نحو العراق طوال الأشهر الماضية، ما حدا بمختصين في ملف المياه إلى دق ناقوس الخطر من حدوث جفاف شديد وانتشار آفة التصحر، محذرين من أن يكون الوضع الراهن هو الأخطر على العراق مائياً في ظل صمت حكومي يصاحبه فشل في معالجة الأزمة الخانقة التي تهدد ملايين العراقيين في بلاد الرافدين. وأقدمت إيران على اتخاذ قرار قطع الأنهار عن العراق رغم أن قرابة 40 نهراً متدفقاً منها نحو العراق هي أنهار دولية عابرة للحدود، ثمة اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول المشتركة في تلك الأنهار، لأنها تعلم بأن حكومة بغداد خاضعة لها ولا يمكنها الدفاع عن حقوق العراق المائية،
لا سيما وأن الذي يهيمن على القرار السياسي في العراق هي الأحزاب السياسية التي تدور في فلك إيران والميليشيات المسلحة الموالية لها. ووفق أرقام رسمية، فإن التصحر بات يجتاح 40% من الأراضي العراقية، كما تهدد زيادة ملوحة التربة القطاع الزراعي في 54% من الأراضي المزروعة، إضافة إلى أن موسم الأمطار في العراق لعام 2020-2021 هو الأكثر جفافاً خلال 40 عاماً مضت، ما تسبب في نقص حاد لتدفق المياه في نهري دجلة والفرات بلغت نسبته 29% و73% على الترتيب. عن المسؤولية الغائبة عن قطاع الطيران المدني العراقي كتب المهندس فارس الجواري مقالاً جاء فيه: المسؤولية في مفهومها العام تحفظ للأطراف المنعقدة ضمن إطارها العام جميع الحقوق والواجبات داخل المؤسسة بالاعتماد على الوعي والإدراك والالتزام بالمعايير في تحقيقها مع تحمل النتائج والتبعات والتبعيات. أما تعريف المسؤولية الإدارية لموضوع مقالتنا فتشير إلى الحالة القانونية التي تلتزم فيها قطاعات الدولة بدفع التعويض عن الأضرار التي تسببت للجهة المسؤول عنها، سواء كان الفعل المسبب للضرر حاصلاً نتيجة سوء تقدير في إعداد خطة العمل أو نتيجة عدم تحقيق الخطة بصورة صحيحة على أرض الواقع. بعد هذه المقدمة العامة عن المسؤولية التي نحس بافتقادها في إدارة قطاعات كثيرة في الدولة العراقية، ومنها قطاع الطيران المدني والنقل الجوي، وهو ما بدا واضحاً للعيان من خلال تراجع مستوى الأداء بشكل سريع ومخيف، ما يشير إلى افتقاد تلك القطاعات للشخصية الإدارية التي يتمتع بها المسؤول في الاحترافية التخصصية التي تقوده إلى اتخاذ قرارات سليمة، حيث وصلت إلى درجة أن ينتقد المسؤول حالات التلكؤ والخطأ في عمل من هم ضمن مسؤوليته، وكأنه إعلامي أو مراقب للحالة دون أن يتخذ إجراءات تصحيحية وجزاءات عقابية لتلك الحالات. وهذا ما زاد من حجم المشاكل التي يعاني منها القطاع في شقيه التنظيمي، أي سلطة الطيران المدني العراقي والخدمي، وأقصد الناقل الجوي الوطني شركة الخطوط الجوية العراقية. فلا سلطة الطيران المدني استطاعت لغاية كتابة هذه المقالة اجتياز برنامج التدقيق المفروض عليها من المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، والذي أصبح ضرورة ملحة وأساسية في بقائه ضمن تلك المنظومة العالمية، بل أصبحت متطلباً رئيسياً لوكالة السلامة الأوروبية في موضوع رفع الحظر الأوروبي عن طيران الخطوط الجوية العراقية، ناهيك عن كونه سينظم العمل التشريعي والرقابي لجميع مقدمي الخدمات في القطاع وفق معايير دولية تضمن السلامة والأمن في الطيران، كما سيعمل على تجاوز الكثير من سلبيات إدارة هذا القطاع في السيطرة على جميع الأنشطة والفعاليات فوق سماء العراق من شماله إلى جنوبه. ولعل أقرب مثال على هذه الفوضى هي الممارسات الخاصة بأنشطة الرياضات الجوية في العراق دون وجود ضوابط تحكمها وفق معايير السلامة العالمية وغيرها من الأمثلة في تخصصات أخرى. أكدت مجلة إيكونوميست في تقرير لها بعنوان ما مدى فساد الجيش الروسي إن ميزانية الدفاع الروسية التي تزيد عن 250 مليار دولار تبلغ نحو 3 أضعاف ميزانية بريطانيا أو فرنسا، لكن الكثير منها يبدد أو يسرق. وقالت المجلة إنه كان من المفترض أن تظهر قوة الجيش الروسي الحديث للعالم أن الرئيس فلاديمير بوتين عاد بلاده إلى العظمة بعد الإذلال الذي أصابها بانهيار الاتحاد السوفيتي، لكن بدلا من ذلك كشف التقدم الضعيف والخسائر الفادحة في أوكرانيا عن عيوب عميقة داخل روسيا. المجلة ترى أنه بالنسبة لأولئك الذين هددهم عدوان بوتين فإن تراجع الجيش أمر يبعث على الارتياح، لكن لسوء الحظ فإنه يترك أيضا لروسيا سلاحا نوويا لإثبات وجودها. ميزانية الدفاع الروسية التي تزيد عن 250 مليار دولار تبلغ حوالي 3 أضعاف ميزانية بريطانيا أو فرنسا، لكن الكثير منها يبدد أو يسرق. وتؤكد المجلة أنه حتى الآن كان غزو أوكرانيا بمثابة كارثة للقوات المسلحة الروسية،
وبحسب تقديرات استخباراتية بريطانية فإن نحو 15,000 عسكري روسي قتلوا خلال شهرين من القتال، وتم تدمير ما لا يقل عن 1,600 مركبة مدرعة إلى جانب عشرات الطائرات ورائد أسطول البحر الأسود الطراد موسكوفا. كما أن الهجوم على العاصمة كييف كان فشلاً فوضوياً كارثياً، وتقول المجلة إن ليون تروتسكي كتب أن الجيش هو نسخة من المجتمع ويعاني من جميع أمراضه، وعادة ما تكون بدرجة حرارة أعلى. وترى أن القتال في شرق وجنوب أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة لن يحدد مسار الحرب فحسب، بل سيحدد أيضاً مدى قدرة الجيش الروسي على إنقاذ سمعته وسمعة المجتمع الذي يجسده. وتنوه إلى أن بوتين وكبار قادته احتفظوا بخطط الغزو الخاصة بهم من كبار الضباط، ما يعكس نقصاً شديداً في الثقة. وقد هجر الجنود الساخطون الذين يتغذون على وجبات غذائية منتهية الصلاحية سياراتهم، وقامت الوحدات بالتعذيب والاغتصاب والقتل، وقام الكريملين بتكريمها. عبرت صحيفة كريمسون الطلابية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة عن دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما لحرية فلسطين. وقالت هيئة تحرير الصحيفة في الافتتاحية: عندما يقع الاضطهاد في أي مكان في العالم يتردد صدى حركات المقاومة على مستوى العالم، تنتشر الرغبة في العدالة المشروعة كالنار في الهشيم، ما يدفعنا إلى العمل والتحدث والكتابة وتصحيح أخطاء الماضي، في إشارة إلى تراجعها عن رفض دعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في السابق. وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وفلسطين، استضاف مجلس السلم والأمن برامج إعلامية ونظم مظاهرات أسبوعية للدعم من خلال كوفية خميس، بل ونصب جدار مقاومة ملون ومتعدد الألواح لصالح الحرية والسيادة الفلسطينية. وأشارت هيئة التحرير إلى أنه من ناحية واحدة على الأقل أثبت نشاط حملة التضامن مع فلسطين الحماسي نجاحه، فقد أجبر حرمنا الجامعي وهيئة التحرير لدينا على مواجهة ما وصفته كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بجرائم إسرائيل ضد الإنسانية في المنطقة. تابعت: نتمنى أولاً وقبل كل شيء أن نقدم دعمنا الصادق لأولئك الذين تعرضوا وما زالوا يتعرضون للعنف في فلسطين المحتلة، وكذلك لأي وجميع المدنيين المتضررين من القتال في المنطقة. كما دعمت هيئة التحرير على نطاق واسع وبفخر مهمة حملة التضامن مع فلسطين ونشاطها، قائلة إنهم يوجهون أعيننا نحو مصادرة الممتلكات والأراضي والحرمان من الجنسية والقيود المفروضة على الحركة والقتل غير القانوني الذي يستهدف الفلسطينيين يوماً بعد يوم. الفن هو شكل قوي من أشكال المقاومة، ونشعر بالتواضع بسبب شغف أقراننا ومهاراتهم. وقالت هيئة التحرير: تظل إسرائيل النقطة العمياء الأولى للتعديل المفضل لدى أمريكا، تواجه الشركات التي تختار مقاطعة الدولة اليهودية أن تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المؤيدة لفلسطين تداعيات قانونية في 26 دولة على الأقل. يتساءل الكاتب فيصل القاسم في صحيفة القدس العربي: من يحكم العالم الآن، المال أم السلاح؟ لطالما سخرنا من الجبروت العسكري الروسي، ولطالما رددنا أن روسيا عملاق عسكري وقزم اقتصادي، وأنه رغم كونها أكبر دول العالم مساحة إلا أنها تقبع وراء كوريا الجنوبية اقتصاديا. وكم استشهدنا بمقولة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي قال إن روسيا ليست دولة عظمى، بل هي مجرد قوة إقليمية بمنزلة إسبانيا أضعف الدول الأوروبية اقتصاديا. لكن هل الذين كانوا يستهينون بقوة روسيا العسكرية هل كانوا على صواب؟ أم أن الغزو الروسي لأوكرانيا وتحديها للشرق والغرب الآن بات يثبت العكس تماماً؟ ويجادل الساخرون من الاتحاد الروسي الآن أن روسيا وقعت في الفخ الذي وقع فيه الاتحاد السوفيتي من قبل في أفغانستان، وأن نهاية اللعبة الأوكرانية ستؤدي إلى تفكيك الاتحاد الروسي نفسه كما أدى غزو أفغانستان لتفكيك الاتحاد السوفيتي لاحقاً. لكن المدافعين عن الموقف الروسي يردون بالقول أن مقارنة غزوة أفغانستان السوفيتية مع غزوة أوكرانيا البوتينية مقارنة خاطئة تماماً، فالاتحاد الروسي الآن ليس الاتحاد السوفيتي،
وأوكرانيا ليست أفغانستان، ناهيك عن أن الجيش الأحمر هذه المرة بات يقترب من العواصم الأوروبية ويهددها، ليس فقط بالقوة العسكرية الغاشمة بل أيضاً بسلاح الطاقة، وأوروبا نفسها تبدو مهيضة الجناح بلا حول ولا قوة. إن الغزو الروسي لأوكرانيا في واقع الأمر لم يفضح روسيا بقدر ما فضح أوروبا والغرب كله حسب المدافعين عن روسيا، وأظهره بمظهر الثري الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمي ثروته من البلطجية. صحيح أن أوروبا تتفوق على روسيا بمراحل اقتصادياً ومالياً وصناعياً وتكنولوجياً، إلا أنها تبدو الآن في مواجهة الدب الروسي الزاحف إلى حدودها، تبدو في وضع يائس لا تحسد عليه مطلقاً، وعقوباتها الاقتصادية والمالية على روسيا مجرد صرخة يأس لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن تؤثر مطلقاً في الدب الروسي المستعد لاستخدام كل مخالبه، بينما لا يستطيع الأوروبيون أن يفعلوا أي شيء باستثناء تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا من بعيد. لا أحد في أوروبا مستعد أو قادر على التورط في مواجهة العملاق الروسي عسكرياً. تنفض مدن الملاهي في قطاع غزة الغبار عن الآليات والألعاب الميكانيكية الترفيهية الموجودة فيها تجهيزاً لاستقبال عيد الفطر. يجري العاملون في هذه المدن أعمال صيانة للألعاب الكبيرة والتأكد من معايير السلامة والأمان فيها لضمان أفضل استقبال للزوار خلال أيام العيد. ويعتبر العيد موسماً سنوياً لعمل هذه المرافق والمنتجعات الترفيهية التي تبقى آلياتها راكدة غالبية أيام السنة، ما عدا بعض المناسبات الدينية أو الحياتية كالرحلات الطلابية. عانت هذه المدن على مدار العامين الماضيين من ركود شبه تام، وذلك لحالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، ومن ثم الحصار والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أيار مايو الماضي، والتي تزامنت مع حلول عيد الفطر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.